اذكر آلة موسيقية وترية يعزف عليها بواسطة قوس أو عصا. يلا سايمون. كمان. الكمان. كمان. صح. والكمان هو أعلى آلة موجودة، آلة موسيقية وترية. قرر مع من نلعب، معكم أم معهم؟ راح نطيلهم. هدية؟ هاي. أوف، باقي يضحكون راح يأخذون. بالعافية. تفضل سايمون. وتفضل خبرة. شلون هدية حلوة هاي جدكم؟ شو صافنين؟ سدرة فنانة تشكيلية. إلاف تستمع للموسيقى، صفاء إعلامية. وأستاذ حارث، اذكر لي آلة موسيقية وترية يعزف عليها بواسطة قوس أو عصا. تشيلو. ها؟ تشيلو. الله الله، للتشيلو. صح. تشيلو. وصفا. جيتار. الجيتار مو ب ما له علاقة، قولي لي آلة. جيتار. جيتار. كنت أقل. الجيتار. الجيتار. الجيتار ينعزف بالإيد. هيجي وأكو فدي مو؟ اعتبروه هيجي. ما نعتبر. آه والله. يا بسوينا جيتار بس. الخطأ الأول. وإيلاف، اذكري لي آلة موسيقية وترية يعزف عليها بواسطة قوس أو عصا. قوس أو عصا. إيه. هاي ما ادري شنو اسمها، بس هاي اللي تصير هيك دائريه. شنو هي؟ بس ما اعرف شنو اسمها. ها؟ هاي هيك تصير دائريه هي بشكلها، بس ما اعرف شنو شكلها. دائري. اي بس شنو اسمها؟ يعني شكل دائري حلزوني مثلا؟ لا لا. ها؟ هي شكلها دائري. ما اعرف تراني حتى لا اخرج واخذ من وقتك. بس ابدا ضاع علي. وتذكري وقوليها. شو اسمها؟ روح على غيرها. ما اعرف. لا. لا مع الاسف. مع الأسف صفا، أنت ما عرفتي تبعني على شنو. جيتار تقولي لي، من حقكم أن تتفقون. وسدرة. سدرة أذكري لي آلة وترية موسيقية يعزف عليها بواسطة قوس أو عصا. قال تشيلو وقال الكمان. هنا أنا قالت شي دائري. الدائري معروف شنو هو؟ عود. عود؟ العود. عافية. عشنو؟ عشان عرفتي سدرة أنا معول عليك. العود هذا يعزف عليه بريشة صغيرة. هذا يعني مثل الجيتار. مثل الجيتار. إذن راح نروح إلى خديجة.